طيب تحبوا نبتدي؟ تمام يا دكتور، تفضل. أظن طيب، الوقت مناسب. أولا الساعة دلوقتي 10:10، كل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله يعني تنبسطوا بالكورس. وهيكون معايا في الكورس الدكتور مصطفى محمود والمهندس رامي، يديكوا السكشن. أوكي، فأنا هبتدي الأول، هعمل شير. طيب انتوا شايفين كده في حاجة طالعة شايفينها؟ الورد يا دكتور معايا. اوكي، باين كويس. تمام، باين كويس. طيب، تمام. لو في حاجة مش ظاهرة بتكلم عليها بليز حد يقول لي، مثلا عمر او حد تاني يعني، ونحاول نقفل المايكس عشان بس الصوت يعني يبقى كويس، والفيديوز انا برضو مش عايز افتح الفيديو يعني، انتم مش عارفيني وانا مش عارفكم، مش عارف نشوف بعض ازاي. فالاول انا هوريكم الكورس سبيكس بتاع ام دي بي 361. من فضلكم لو في حاجة مش واضحة أو حاجة مش مفهومة يعني قولوا لي أعيدها. البروجرام هو ماشين ديزاين، ليه لكتشر 2 hours وليه توتوريال 2 hours والتوتال 4 hours، وعليه الكريدت hours is not available على أساس ده من يعني النظام القديم يعني. الايمز بتاعت الكورس هو الميكانيكال باور ترانسميشن سيستمز، ومينلي الكورس بتاع سنه ثالثه عباره عن باور ترانسميشن، ازاي اقدر انقل باور from a point to another point. هو ده تقريبا ملخص الكورس بتاع سنه ثالثه. في النوليدج والاندرستاندينج، في السكيلز انتلكتشوال وبروفيشنال، يعني مكتوبه بقى، هبعت لكم الحاجات دي ان شاء الله. بعد كده الكونتنتس بتاعت الكورس، بنبتدي في الكلاتشز، وفي كل دي الكلاتشز، وفي البيلت درايفز، وفي الفاريبل سبيد درايفز، كل دي باور ترانسميشن. والفاريبل سبيد درايفز ده من المواضيع الشيقه والظريفه. وبعد كده في كمان في نمره 18 و19 في الجيرز، ودي حاجه مهمه قوي في الباور ترانسميشن. يبقى كان عندنا اول حاجه الكلاتشز، بعد كده البيل درايفز، وممكن التشين درايفز، وبعد كده الـ variable speed drives، ودي كلها لنقل القدرة. بعد كده أنا نطيت شوية حاجات هقول عليها دلوقتي. بعد كده في gears، gear transmission. بين عشان كل الحاجات دي تشتغل لازم يبقى عندي bearings. فعندنا الـ anti-friction bearings وعندنا الـ sliding bearings. ده تقريبا ملخص الكورس بتاعنا. بعد كده في شويه بقى في assignments، هتاخدوا assignments، هتاخدوا quiz وميد تيرم، وبعد كده الفاينل اكزام. في references هنا مكتوب شجلي، رشيتوف، Childs، كل دي بوكس، وفي موجودين في الـ Egyptian Knowledge Bank اللي هو الـ EKB. في برضو هنا كتاب شجلي تاني، دي أكتر من كتاب، كل دي كتب يعني مفيدة. طبعا عندكم الإنترنت. وبعد كده بقى في الـ Intended Learning Outcome اللي هو الـ ILO Matrix،
كل يعني سبجكت لي مش عارف انتوا فاهمين الحاجات دي. عمر رد كده. ايوه دكتور محضر. عارفين الـ ILO؟ يعني مش بالظبط. مش بالظبط. طيب المهم مش هتستفادوا منه قوي يعني. الحاجات دي بنحطها يعني ايه اللي انت ايه اللي بتكتسبه من تعلمك للمادة يعني. خلاص؟ تمام. فكده ده عبارة عن الكونتنتس بتاعة الكورس بتاعنا. احنا هنبتدي مش هبتدي انا زي ما هو مكتوب قدامك بالكلاتشز، هنبتدي بالبيرينجز. فانا هقفل ده هو وهنعمل شير تاني ونخش على اول محاضرة. انا هعمل دلوقتي شير للوايت بورد. طيب شايفين كده الوايت بورد؟ اوكي. كل سامعني؟ ظهر طيب دلوقتي موضوع البيرينجز. ايه هو البيرينج؟ اوكي. طبعا كلنا عارفين. انا هعمل كده سكتشينج، هرسم. هو في حد عايز يدخل باين ولا مش عارف؟ في حد عايز عارف ده ايه بقى؟ مهم. طيب هنبتدي يعني نتكلم على البيرينجز. وات از ا بيرينج؟ كلمة تو بير يعني يحمل. أنا هعمل سكتش كده بسيط. لو أنا عندي شافت بالشكل ده والشافت ده عليه بولي طارة هنا مثلا، أهي عندي بولي هنا، وبعد كده طبعا تسمعوا عن الجيرز تروس، وهنا عندي جير في الحته دي اهو. خلاص الشاف ده بيعمل ايه؟ الشاف ده الكل اللي انا عايزه منه ان الباور يخش من هنا، يخش عند البولي. خلاص يعني في بولي تانية بتدور ببلت، بتدور لي البلت ده او البولي دي، وبعد كده الجير ده متصل بجير تاني هيطلع الباور ده اوتبوت. يعني كأني عايز انقل باور من البولي تو ذا جير. اوكي ده اللي انا عايز اعمله. طبعا الشاف ده عشان يشتغل البولي دي بتلف ب 2000 ار بي ام، وبالتالي الجير الصغير ده هيلف برضو ب 2000 ار بي ام. الشافت ده عشان يشتغل مين اللي بيحمل الشافت؟ مين اللي شايل الشافت؟ الشافت ده بيلف في ايه؟ فبنقول هنا في عندي هنا بيرينج. دكتور بعد اذن حضرتك، ماشي اتفضل. هو حضرتك دلوقتي بترسم ولا حضرتك بس بتشرح؟ لا برس بس اصلا مش شايف حاجه، ما اعرفش المشكله عندي ولا ايه. طب بعيد الزملاء. لا تمام واضحه ظاهره. نعم. طب في حاجه المفروض انزلها؟ لا مش سامع. في حد شايف الرسم؟ طيب في كده ايكون فوق هتلاقي مكتوب عليها وايت بورد، خش عليها وسيبها تلود. شايفين الرسم؟ ايوه تمام يا دكتور زهر. طيب
دلوقتي احنا الـ participants الـ members بقيتوا كام؟ 25 ask to join 23 وحضرتك كده بس في اتنين كاتبين ask to join مش عارف بقى. طيب يبقى دلوقتي احنا بنقول ادي الشافت وادي البولي دي مصدر الباور، مصدر دخول الباور للشافت، والجير هو مصدر خروج الباور من الشافت لحاجه تانية. فكنت بقول الشافت عشان يدور محتاج يتشال على حاجه، فهنا انا الحاجه دي راسمها اهي، حاجه هنا وحاجه هنا، دول بسميهم ايه؟ البيرنجز. كويس، يعني ده ياخد حرف بي بيرنج، وهنا برضو ده بيرنج. هو ده اللي احنا هندرسه، اللي هو تحت اسم موضوع البيرنجز. البيرنج بكل بساطة هرسم مرة تاني، ادي الشافت وادي البيرنج اللي انا بقول عليه بتكلم عليه. البيرنج ده بيوصل بين حاجتين، حاجة منهم هعملها بالأزرق اهي وهسميها اتش او الهاوسينج، يعني الجسم بتاعي اللي بيلف فيه الشافت الهاوسينج. وبعد كده قلنا بين حاجتين، واحدة منهم الهاوسينج والتانية اللي هي الشافت اللي هو ده اللي قدامي ده، اللي انا هسميه بحرف ايه؟ الاس. كويس؟ حرف الاس. وده الاخضر ده هو البيرنج. يعني عندي كام element هنا؟ عندي الشافت والهاوسينج والبيرنج. خلاص؟ عادة مين اللي بيكون بيلف؟ حد يقول لي؟ الشافت هو ده اللي عادة بيلف، والهاوسينج بيبقى ايه؟ ستيشنري، يعني الهاوسينج ثابت ولكن الشافت هو اللي بيلف. طب مين اللي بياخد الحركة بين الشافت وبين الهاوسينج؟ يعني الشافت ده ستيل، الهاوسينج مثلا كاست ايرن، ينفع اخلي الشافت الستيل يلف جوه الكاست اير؟ ابص الاقي بعد فتره هيحصل اوت اوف ران، هيحصل وير في الهاوسينج، فما ينفعش. فلازم اعمل ايه بين الاثنين دول؟ لازم احط لازم احط اللي احنا بنسميه البيرنج. البيرنج ده بكل بساطه بياخد الريلاتيف موشن بين الشافت وبين الهاوسينج، ضلوا هشيله واحط واحد تاني. كويس، يبقى كان الشافت وخدته كده في الستريس اناليسيس محتاج كام بيرنج؟ اثنين على الاقل، اثنين المينيمم، اثنين المينيمم، اثنين. ادي واحد اهو وادي واحد. خلاص، دي فكره البيرنج. هو عباره between a rotating member and a stationary member. ده الفكرة الـ very simple بتاعت البيرنج. طيب معلش ثانية طيب يا شباب، استغل الفرصه واقول لكم لو حد عايز النبي يخش الدايف، يعني يا ريت ايه في الانجاز عشان نلحق نسجل بقيه المحاضرات. يعني فلو حد عنده استعداد يا ريت يتواصل معايا زي ما قلنا. بس اللي بتلعب امونج اس ايه؟
اوكي معلش سوري. طيب دلوقتي هو طيب خلاص فهمنا فكرة البيرينج تمام. طيب دلوقتي البيرينجز دي عشان ندرسها ليها انواع برضو هنلخصها ببساطة كده. يعني لو كتبت انا هنا بي اللي هي ايه بقى بيرينج خلاص هنعمل لها تو كاتيجوريز. هنعمل تو كاتيجوريز. اول نوع بنسميه رولينج بيرينجز. هنعمل له حرف. انا مش هكتب الكلمه كلها لان الكتابه ما بتبقى صعبه شويه على بتاع رولينج بيرينجز. خلاص انا ممكن اعملها لكم كده بس مش عارف بقى تطلع هي رولينج بس العمليه دي بتبقى خلاص رولينج بيرينج. النوع الثاني بيطلق عليه كلمة سلايدينج. انا هكتب اس ال سلايدينج عشان تبقاش شافت ها بيرينجز. خلاص كده رولينج كلمة رولينج يعني ايه تو رول؟ عارفين تو رول يعني ايه؟ يعني انا لو جيت رسمت كورة كده ورسمت سطح الكرة دي بتتدحرج على السطح يعني الكرة دي ممكن تتدحرج على السطح فده بنسميه رولينج. السلايدنج لو انا رسمت بلوك كده وجيت احرك البلوك البلوك بتنزلق على السطح ده very simple كده. الرولينج بيرينجز بيطلق عليها كلمة مهمة قوي بتسمى انتي فريكشن. انا هكتب لكم الكلمه دي بتسمى انتي انتي فريكشن. يعني حد يقول لي كده كلمه انتي فريكشن يعني ايه؟ والبتاع ده مش مفروض يتحرك من هنا مش عارف. الرولينج بيرنج بيسموها انتي فريكشن. عارفين فريكشن يعني ايه؟ فريكشن احتكاك. انتي فريك انتي فريكشن تبقى ايه؟ مضاد للاحتكاك. مالها؟ مضاد للاحتكاك. مضاد للاحتكاك يعني ايه؟ مضاد للاحتكاك يعني معامل الاحتكاك في البيرنج قيمته عاليه ولا صغيره؟ حد يرد؟ قيمته صغيره بالنسبه للفريكشن اللي في السلايدنج بيرنج. يعني هنا لو كان الفريكشن بعبر عنه مثلا اي بقيمه معينه مثلا 10 لا في الرولينج بيرنج ممكن يبقى نص. شايفين الفرق الكبير قوي ازاي؟ فعشان كده الرولينج بيرنجز بيطلق عليها كلمه انتي فريكشن بيرنجز. يعني ممكن تفتح كتاب ديزاين ما تلاقيش كلمه رولينج تلاقي كلمة anti friction. يبقى anti friction معناها rolling bearing with very very low coefficient of friction. طيب ده شق من البيرينجز. السلايدنج بيرينجز ده شق تاني. لو جينا بقى في السلايدنج بيرينجز نلاقي فيها فكرتين برضو كبار. يعني السلايدنج بيرينجز دي تتشعب الى حاجتين. حاجة منهم بنسميها هكتبها بقى عشان ايه بنسميها هايدرو دايناميك هايدرو
hydrodynamic bearings. مش عارف البتاع ده ما بيتحركش بسهولة ليه. هاي بنسميها hydrodynamic bearings. والنوع الثاني بنسميه hydrostatic bearings. يعني كأن عندي البيرينجز السلايدنج بيرينجز بتتقسم لايه؟ لهايدروديناميك بيرينجز، بمعنى بيرينجز بتشتغل على هايدروديناميك اكشن، وفي مجموعه ثانيه بتشتغل على كونسبت بنسميه الهايدروستاتيك بيرينجز. طبعا انا مش هدخل في دول قوي لان دول هيجوا بعد كده في الدراسه، فبس اللي عايزك تعرفه ان البيرينجز في عندي الرولينج بيرينجز اوكي، وفي عندي السلايدنج بيرينجز. الرولينج بيرينجز بيطلق عليها انتي فريكشن، يعني معامل الاحتكاك قليل قوي قوي بالنسبه لي السلايدنج بيرينجز. السلايدنج بيرينجز برضو بتتشعب لموضوعين كبار قوي بتسمى الهايدروديناميك بيرينجز والهايدروستاتيك بيرينجز، او بيرينجز بتشتغل على مبدا الهايدروديناميك اكشن، وبيرينجز بتشتغل على مبدا الهايدروستاتيك اكشن. لو قلت لكم فكره بسيطه قوي عن دول، احنا ان شاء الله هندرس الفوقانيه دي اللي تحت، مش عارف ندرسها ولا لا، انما الفكره في البيرينجز دي بكل بساطه ان انا هنا البريشر انا بعمله عن طريق الروتيشن، وهنا البريشر بجيبه من الخارج. يمكن الحته دي شويه يعني انا مش عايز ادخل فيها، لان لو دخلت فيها دلوقتي هتاخد مننا وقت، هسيبها لوقتها. خلاص طيب، لغايه دلوقتي في حد عنده سؤال؟ سامعني؟ في حد عنده سؤال؟ تمام يا دكتور. تمام، ما اظنش حد عنده سؤال. طيب لو في حد عايز يسال من فضلكم يعني يسال. احنا بقى هنبتدي الدراسه بتاعتنا بايه؟ هنبتدي الدراسه بهذه الجزئيه الرولينج بيرنجز. خلاص؟ فانا هعمل ستوب شير وهاجي هعمل شير تاني ونخش بقى على الرولينج بيرينجز. راحت فين يا ربي؟ طيب دلوقتي شايفين
عمر شايفين السكرين دلوقتي؟ اه تمام يا دكتور، شايفين. ايوه يا دكتور. كله شايف؟ طيب اوكي. طيب دلوقتي احنا هنتكلم زي ما قلنا في رولينج وفي سلايدنج. السلايدنج ده خلاص ننساه دلوقتي، هنركز في الجزئية الأولى اللي هي الرولينج بيرنجز. الرولينج بيرنجز زي ما احنا شايفين هنا، ادي منظر بيعرف باسم بيرنج، ودي الرولينج اليمنتس، وهنشوف دلوقتي الموضوع ده ان ديتيلز. هنشوف كده فيديو صغير. طيب الفيديو اللي شفتوه بيشرح لي بيرنج. الاول انا هقول ايه هو البيرنج. يبقى انا عندي هنا شايفين الجزء الاحمر ده الريس، الجزء ده الشافت هيبقى فين تفتكروا؟ هنا اهو، ادي المحور اهو، الشافت راكب هنا اهو، الشافت راكب هنا اهو في الجزء الداخلي. بعد كده في عندي الجزء الخارجي ده اللي انا عامله بالازرق، اوكي. وبعد كده في elements اهي اللي هي الكور دي، البولز. شايفين العمليه بتتم ازاي؟ الشافت بيلف في الرسم الانيميشن ده، الشافت بيلف وبتلف مع الكور، ولكن الريس البرة الزرقاء ثابته مش متحركه. يبقى هنا انا عملت relative motion بين مين وبين مين؟ بين الشافت وبين الهاوسينج، زي ما شرحت قبل كده. الهاوسينج ثابت ما بيتحركش ما بيلفش، ولكن الانر ريس مالها بتلف. طيب ازاي الانر ريس تلف جوه حاجه ثابته؟ حطينا البولز دي. طيب يبقى عندي هنا الاحمر ده اهو هو الانر ريس، الأزرق ده هو الأوتر ريس الثابت، ودي اللي هي البولز. في الرسمة دي هي كورة، بس أنا هنا مش كاتب عليها بول، كاتب عليها رولينج إليمنت. الإليمنت اللي بتتدحرج، معناها إن الإليمنت دي ممكن تبقى بول وممكن تبقى حاجة غير البول، هنشوفها كمان شوية. أوكي؟ طيب إيه بقى اللي مكتوب عليه كيج ده؟ اللي هو هنا في الانيميشن لونه اصفر وهنا لونه اخضر، ايه الكيج ده؟ الكيج ده ان الكور دي ما تخبطش في بعض. بص على الرسمه دي، بين كل كوره وكوره في زاويه ثابته، في انجل ثابته بينهم، كويس؟ في انجل ثابته. يبقى كان الرولينج بيرنج بيتكون من كام جزء؟ نمرة واحد inner race اهو، نمرة اتنين outer race، نمرة تلاتة rolling element، نمرة اربعة cage، يعني زي قفص قافل على الكور دي، بس الكرة حرة انها تتحرك، يعني اي كرة من دول حرة انها تلف، ولكن ما تقدرش تقترب من الكرة التانية. البيرنج ده
جواه الاليمنت نوعها ايه؟ بول، فسميناه بول بيرنج. في كام صف من الكور جنب بعض؟ صف واحد، فسموه ايه؟ سنجل رو. في حد عنده أسئلة؟ لا تمام. عمر أنا هخلي عمر بقى بصفته المندوب هو اللي يرد، يقول آه يقول لأ. أوكي طيب، فده اسمه سنجل رو بول بيري. طيب نقلب كده، أدي دي صورة مكبرة، أدي الانر ريس وادي الاوتر ريس وادي البول وادي الكيج. طبعا البول حره، خد بالك البول، البول يعني لو حاولت تحركها حره جدا انها تتحرك. نيجي نبص للمنظر ده نلاقي نفس الكلام، ادي الاوتر رينج او اوتر ريس، ادي الانر رينج أو inner race، وآدي الإليمنت اللي هي البول، وآدي الكيج اللي هو مسميه إيه هنا separator أو retainer. هنا حاطط لك شوية يعني تفاصيل أكتر، حاطط لك إن ده في outside diameter أهو، البيرنج ده ليه diameter، والبور، البور اللي هو الانسايد diameter اللي هو الداخلي ليه برضه diameter، والبيرنج ليه عرض اللي هو الويتس. وبعد كده حطيت لي هنا في كورنر راديوس ما هو الشارب ايدج، كويس. حطيت لي كمان هنا ما هو الشارب ايدج، اوكي. وطبعا هنا شايفين الكوره دي مش واقفه، مش واقفه على فلات سيرفيس، السيرفيس ده عامل ايه؟ كيرفد، يعني الكرة كأنها غطسة جوه الريس، فعشان كده أطلق عليه كلمة إيه؟ ديب جروف، يعني الكرة جوه نازلة جوه الجروف. يبقى ده سنجل رو بول بيرنج وكمان ديب جروف، أوكي؟ وهنا بنشوف أهو بيلف. كويس تمام دكتور. معلش لحظه واحده بس استاذن حضرتك، في ناس عملت ريكويست ما دخلوش، ف بقى نجيبهم منين دول بقى دلوقتي؟ ارجع انا هنا في الجنرال ميتنج، بالظبط على صفحه الميتنج الرئيسيه، صفحه الميتنج الرئيسيه. عمر join conversation. اخ الحاجات دي بقى الواحد مش عارف نخش منين صدقني. على صفحة الميتنج زي ما حضرتك عملت للناس بتوع امبارح، المفروض يكون في ريكوستات ظاهرة يعني. طيب ثواني كده، انا هقفل ده تاني. هما المفروض يسهروا عندي هنا دلوقتي. طيب انا ابتديت اشوفهم. request approve or decline. هو واحد بس. تمام ماشي ماشي، اسف المقاطعة. لا لا مفيش حاجة، بس انا بقى نرجع للمحاضرة تاني. دكتور معلش سؤال، عندي سؤال بس معلش. اتفضل. هو حضرتك قلت في الاول عشان بس ما نسيتها، بس المعامل الاحتكاك نفسه بتاع البولز والكلام ده بيبقى المفروض كبير ولا صغير؟
انت تفتكر ايه لما بنسميه انتي فريكشن؟ يبقى ايه؟ عامل الاحتفال بتاعه مثلا قليل جدا، قليل جدا. انتي يعني ضد الاحتكاك، يعني بمعنى كده بسيطه كانه ما فيهوش احتكاك، بس هو طبعا فيه، بس قيمه صغيره جدا لما تقارنه مع السلايدنج بيرنجز. تمام، ده للرولينج. بالظبط كلامك مظبوط، الرولينج بيرنجز اسمها انتي فريكشن بيرنجز، يعني معامل الاحتكاك قليل جدا جدا. وهنشوف الحاجات دي بعد فتره يعني. طيب تعالوا نبص للبيرنج ده. دكتور اتفضلي. دكتور هو دلوقتي بالنسبه للكور هي كده مش بتلامس الاوتر ريس ولا بتلامسها؟ بتلامس. ايوه لو هي بتلامسها الحركه كده مش مفروض يعني تتنقل لبره؟ تتنقل يعني ايه تتنقل لبره؟ لا مش فاهم. مش يعني الكور اصلا بتلف ليه؟ بسبب ان هي لمست الانر ريس، والانر ريس كان بيلف بسبب الشافت. الشافت نمره واحد، الشافت هو اللي بيدور. تمام كويس. الانر ريس راكبه بفيت تسمح لها انها تدور مع الشافت، يعني شويه انترفيرنس. تعرفي الفيتس؟ اه تمام. طيب فالانر ريس اهو في الرسمه دي هتلف. لما الانر ريس بتلف الكور كمان بتلف، طبعا البولز ار ان كونتاكت، فالبولز بتلف ولكن الاوتر ريس هو اللي مش بيلف، والبولز لمسه الانر ولمسه الاوتر. ايه بقى سؤالك؟ انا سؤالي كان فكره ان الكور لمسه الاوتر ريس فتوقعت ان هي كده فوت تنقل لها نفس الحركه عشان هي بتلف. أيوة يعني ايه اللي يخلي الاوتر ريس ثابته؟ ايه اللي يخلي الاوتر ريس ثابته؟ ده قصدي هو الفيت. ايه اللي يخلي الاوتر ريس ثابته؟ بصي الاوتر ريس دي راكبه في ايه؟ في حاجه ستيشنري اللي هو الهاوسنج. الهاوسنج، الهاوسنج ده تخيليه مخرطه. كويس؟ المخرطه دي متثبته ولا متسابه لوس؟ لا متثبته. ثبته خلاص؟ والاوتر ريس راكب بفيت. اوكي؟ ما هوش لوس مع المخرطه، فبالتالي مش هيلف. تمام فهمت. فهمتي؟ تمام. انت مين بقى؟ مارتينا. مارتينا، اهلا بيك يا مارتينا. طيب دلوقتي نرجع تاني نبص للبيرنج ده. الكونسبت واحده، هقولهم مره تاني. انر رينج، اوتر رينج، رولينج اليمنت، وكيج. هل غيرنا حاجه؟ لا. بس هنا الرولينج اليمنت جرى لها ايه؟ شكلها بول، شكلها اتغير. كويس اهي زي ما انت شايف في الانيميشن. يعني ما الفيديو ما كانش شغال، يعني الشير سكرين مش شغال. السلايد مش ظاهر يا دكتور. انتوا مش شايفينه؟ لا مش شغال. مش شغال؟ طب استنى بقى نعمل بقى، مش ممكن البرامج دي. ثواني هعمل له شير تاني. مش عايز يظهر لي. طيب كده بان؟ ايوه كده ظاهر. طيب فالبيرنج ده نفس البيرنج اللي شفناه قبل كده بتاع البولز، بس ايه اللي اتغير؟ الرولينج اليمنت اتغير، بدل ما هي بول بقت بارل. عارفين البارل اللي هو زي البرميل؟
هنشوفه in details اكتر بعد شوية اهو. وسموه ايه بقى؟ بارل، لان الاليمنت هي بارل برميل. ودبل رو، ليه دبل رو؟ لانه في صفين جنب بعض، ما هوش سنجل. واضح؟ نيجي نبص بقى البيرينجز دي اللي قلنا عليها لما شرحت على الوايت بورد. البيرينجز دي راكبه على شافت، الشافت ده مش راكب عليه حاجات، راكب ترس، راكب بولي، ايا كان الحاجات دي مش عليها لودز، يبقى البيرينج از ا بيرينج هيبقى متعرض لرياكشن. مظبوط؟ يعني انا لو عملت لو كان عندي شافت اهو كويس، والشافت ده عليه لودز، شايفين الرسم اللي برسمه؟ واضح يا دكتور. عليه لودز، البيرنجز راكبه فين؟ في بيرنج راكب هنا وفي بيرنج راكب هنا. خدت انت في الستريس اناليسز لو انت عندك شافت وعليه لودز لازم هيبقى عليه ايه؟ يبقى في حاجه اسمها ايه؟ رياكشن. يعني هنا لازم هيبقى فيه رياكشن وهنا كمان هيبقى فيه رياكشن. طيب الرياكشن دي هل دايما upwards؟ لا، ده ممكن تكون في المستوى الافقي، الرياكشن ممكن تكون لتحت في اي اتجاه. فنرجع تاني للبيرنجز بتاعتنا. البيرنجز دي عليها لود ولا ما عليهاش لود؟ هتشيل لود ولا مش هتشيل لود؟ 100% هتشيل لود. طيب الرسم اللي احنا شايفينه هنا ادي بيرنج، ده سنجل رو بول بيرنج او سنجل رو مفيش غير واحده، انما ده اللي تحت دبل رو في صفين. كويس؟ الرأسي ده راديال لود وده اكسيال لود، يبقى السنجل رو بول بيرنج يشيل راديال لود ويشيل اكسيال لود، يشيل يمين يشيل في الاتجاهين، بس اللود بيبقى ايه؟ صغير. نيجي نبص للبيرنج ده، البيرنج ده بول بيرنج ولا مش بول؟ بول اهي، الاليمنت بول، بس التلامس مش جاي تحت وفوق، جاي بزاويه. شايفين الزاويه اللي انا راسمها دي؟ فده بيسموه انجولر كونتاكت، يعني بيتصل على زاويه. وادي الرسم السكيماتيك بتاعه، البيرنج ده يشيل راديال لود ويشيل اكسيال لود وقيمة عالية. طيب مين يرد؟ ليه هنا في سهم واحد مفيش سهمين زي فوق؟ مين يرد؟ اختار حد يا عمر. اي حد مستعد ده. طيب هيخرج دكتور من الكيسينج بتاعه او من البيرينج؟ هيخرج اقولها يعني ابتديت الاليمنت هيخرج من ال هتفصل الانر عن الاوتر. لو جيت تزقه في اتجاه اليمين هيحصل ايه؟ يعني لو جيت انا ازق البيرنج ده الانر ريس ازقها في الاتجاه ده، كويس؟ هيحصل ايه للريس دي؟ هتبص تلاقي الريس دي كلها ابتدت تمشي. مظبوط؟ لو انت ماسك الفوقانية متخيلين فيبقى ده ما يشيلش اكسيال لود في الاتجاه اللي هو مش مرسوم. انما لو انا زقيت بالعكس، يعني جيت هنا وزقيت في الاتجاه اللي هو نعمله بدا كده، لو جيت انا زقيت ده كده الانر ريس كده هيحصل ايه؟ مش هتخرج،
فيبقى ده يشيل in one direction only. واضحة؟ تمام. طيب نيجي بعد كده البيرينج ده. ده دبل رو اهو مصفين اهو. والاليمنت بول شايفينها؟ اليمنت بول. اهي الاليمنت بول. وانجلر كونتاكت زي ده بس ده في اتجاهين كده وكده. شايف في هنا في هنا كونتاكت وهنا وهنا وهنا. يبقى ده يشيل في كام اتجاه؟ في الاتجاهين ويشيل اكسيال لود. واضحه الفكره دي؟ تمام. طيب نيجي البيرنجز دي. ده كان بول الاليمنت بول. هنا الاليمنت بيت ايه نوعها ايه؟ بيت اسطوانه فبيسموها رولر. دي اسطوانه. اوكي طيب ادي بيرنج اهو. نفس الكلام ما تنساش الكلام الاولاني اوتر ريس وانر ريس ورولينج اليمنت. بس الرولينج اليمنت هنا نوعها ايه؟ ما هياش كوره هي سيلندر فبيسموها رولر. والحتتين السود ده رسم بيعبر عن الكيج. خلاص البيرنج ده برضو رولر دي اسطوانه اهي. فهنا الكونتاكت اللي كانت بتسال من شويه الكونتاكت هنا على لاين في الكوره. الكونتاكت على ايه؟ بوينت على نقطة. طيب لو جينا نبص للبيرنج ده البيرنج ده ما يشيلش اكسل لود يشيل بس ريدي. ليه ما يشيلش اكسل؟ مين يقدر يرد؟ ليه البيرنج ده ما يشيلش اكسل؟ لو انا جيت زقيت الريس اللي جوه دي زقيتها كده تخيل انا هزقها بالشكل ده وهمسك دي همسك الريس دي هخليها ثابته في ايدي. الريس دي هتمشي ولا لا؟ تاخد السلندر وتمشي بيها. هتمشي صح؟ وتاخد معاها مين؟ شايفين الاليمنت الرولر ممسوكه تاخد معاها الرولر وتمشي ويفضل لك الاوتر ريس لوحدها كده. فده ما يشيلش ريديال لود. ولو زقتها الناحيه دي برضو يحصل نفس الكلام. تعال بقى لده. لو ده انت زقيته كده الانر ريس ها تاخد بعضها وتمشي يبقى ده ما يشيلش لود كده. انما تعال بقى زقها في اتجاه تاني تعال زق الانر ريس كده هل الانر ريس تقدر تمشي؟ لا مش هتمشي. ليه؟ الشولدر ده هيزق الرولر الرولر هتزق هنا بس هنا ده ماله؟ ده ممسوك في الهاوسينج صح؟ فمش هيتحرك. يبقى البيرنج ده بالشكل ده يشيل اكسل في الاتجاه ده انما لو زقيته في الاتجاه الاخضر ده مش هيشيل. طيب نيجي لبيرنج تاني اللي هو ده اللي تحت ده. لاحظ حاجه هنا الاليمنت رولر هنا رولر هنا بقت تيبر. تيبر دي يعني ايه؟ جزء من هرم. يعني الخط ده لو مديته كده الخط ده لو انا مديته كده والخط ده لو مديته كده هيجوا يعملوا ايه؟ هيتقابلوا في نقطة. انما هنا الخطوط دي طبعا لو اتمدت دي بارلل فده بيسموه تيبرد تيبرد رولر. البيرنج ده البيرنج ده يشيل بس في اتجاه واحد. طبعا لو انا جيت هنا وزقيت كده يحصل ايه؟
مين يرد؟ هيخرج من بعض. هيخرج. فيبقى ما يشيلش اكسيال لود في اتجاه ده. واضح؟ يبقى ده صح. اتفضلي. هو دلوقتي في التايب الثاني، هو ازاي هيتحرك لو انا في السهم اللي حضرتك رسمته بالاخضر ده، ازاي هيتحرك مكان كده في شولدر برضو في الاوتر ريز، فبرضو ممكن ما تتحركش. انت بتتكلمي على دلوقتي انا قدامي ثلاث رسومات. انت التايب الثاني نمره 2 اللي فيه اللي هو 3 شولدرز. اوكي، انا لو بزق في الاتجاه الاخضر بزق الانر ريز، الانر ريز هتعمل ايه؟ المفروض ان هي ما تتحركش علشان في شولدر في الاوتر ريس برضو. لا لا، الانر ريس اهي اللي انا هعمل لك عليها كده اهو، هي دي الانر ريس صح؟ ايوه. الانر ريس دي الشولدر ده لما بزقه في اتجاه الاخضر هياخد بعضه ويمشي، هيمشي شمال. ملوش دعوه بالالمنت. وقصد حضرتك ان البيرنج كله هيتحرك عشان في شولدر تحت وشولدر فوق. لا، انا بتخيل ان انا ماسك الاوتر ريز دي، تخيلي كده ماسكها بايدك في الرسمه دي. اوكي. وامسكي الانر ريز زقيها في اتجاه الاخضر، يعني كانك بتوديها شمال. اوكي. هتطلع لان الفريكشن هنا قليله جدا. هو حضرتك العكس السهم الاحمر اللي هو العكس، احنا قلنا ان هي مش هتتحرك عشان في شولدر في الاوتر ريز صح، وان هو ده اللي ماسكها. لو انا زقيت كده في اتجاه الاحمر ده اللي هيمنع الشولدر ده هيبتدي يزق، هياخد معاه الرولر تيجي تتزق بقى في شولدر مانعها هنا. مظبوط. فطالما في شولدر مانعها يبقى تشيل اكسيال لود اللي هو المنظر ده. اوكي. دكتور معلش. ايوه. يعني هنا المفروض مصدر الفورس المصدر الفورس المؤثر الشولدر ولا اسمه ده اللي بتمنع، يعني هي الفورس هنا الراديال. لا الراديال ده موجود خلاص. قصدي الاكسيال معلش. الاكسي مصدر الاكسيال لود ده ممكن جير، واخد بالك؟ خلاص، ممكن جاي من ترس وممكن جاي من حاجات تانية. اللي هو اخضر معلش صح؟ عشان انا بس ملخبط هنا. اللي هو ده اللي انا بشاور عليه ده. الصغير الاخضر الصغير ده الاكسيال لود. تمام. كويس؟ الشولدر هنا بقى. هو هنا اللي هو في تاني واحده اللي هي الرولر 3 شولدرز اللي هي المفروض الشولدر اللي تحت هو اللي بيزق طيب ولا هو اللي بيزق؟ انا هعمل حاجه ثواني، انا هسمي ده شولدر 1 معايا. تمام. وده شولدر 2 وده شولدر اللي هو هنا ده 3 وده شولدر 4. هو هنا ما فيش 4 صح؟ فيش شولدر 3. فانا اللود جاي في الاتجاه ده، يعني اول حته في البيرنج بتاخد اللود هو الشولدر 3. تمام. يعني اللود جاي من بره. ايوه طبعا جاي من بره. تمام. والبيرنج هو اللي بيشيله. تمام. واضحه؟ خلاص. في حاجه في الحته دي تاني؟ طب يعني كده المفروض ان طالما يعني هنا الكوست جاي من هنا ومن عند 3 واحد واثنين، قصدي شولدر 2 بقى هنا بيمنع، طيب بيمنع خروجها من الناحيه دي. ايوه. رياكشن يعني ولا اللود اصلا بيتبذل من اي حته تانيه؟ لا يعني اللود اللي هو جاي من 3 ده هيتنقل للالمنت لان في كتف هنا بيزق، هياخده الشولدر نمرة 2، واخد بالك؟ بعد كده بقى الشولدر نمرة 2 ده هينقله للاوتر ريس. الريس بقى ينقله للكيسينج.
تمام. العلاقة بقى بين الريس والكيسنج دي نشوفها كمان شوية. تمام. يعني هي الفكرة ان كل اللودز اللي جاية البيرنج دور البيرنج ياخدها يوديها لمين؟ رد انت بقى. الجاي من البيرنج يوديها للجير اللي بره لو جاي من الشافت من جوه. لا اللود سيبك اللود جاي منين خلاص احنا البيرنج هي عليه مام. جاي له في النهايه مجموعه لودز اهي البيرنج دوره يودي اللودز دي فين عند الشولدرز عشان ينقلها من حته من حته لحته لفين يعني التارجت بتاعه مين مين الهدف النهائي اللي توصل له اللودز الاوتر ريس لا الهدف النهائي في النهايه في النهايه الهاوسينج كويس ولما توصل للهاوسينج الهاوسينج ده بيلف ولا ثابت يلف المفروض مع الهاوسينج الهاوسينج بيلف افرض الهاوسينج ده كان مخرطه بتلف لا الهاوسينج ثابت واللودز جاية من مصدر بيلف فاللي بياخد الريلاتيف موشن هو البيرنج يعني البيرنج بياخد ريلاتيف موشن وبيشيل لودز اللودز دي عليه يوديها فين يوديها للهاوسينج مش ده اللي قلناه في الاول نسيت انت تمام فهمت في اسئله في الحته دي طب يا دكتور معلش كده التيبر التيبر رولر بياخد أيوة. يستحمل الاكس الاكبر من الرولر بيرلينج اللي هو الثري شولدر ده هو بقى ده ما فيهوش غير كام شولدر اللي تحت ده في كام شولدر ها في ثلاثة انا مش شايف ثلاثة في كام شولدر ركز واحد بس في only one شولدر اهو انا اعلم لك عليه اهو هو ده بس شايفه اللي بالازرق ده شايفه شايفه هو ده اللي بس فالبيرنج ده طبعا لو انت جيت تزقه في الاتجاه الاخضر اللي هو مسام الاخضر المرسوم الشولدر ده يزق الالمنت دي بس الالمنت دي مسلوبه مظبوط تيبر فهتزق الريس دي والريس دي ممسوكه في الهاوس مش بتتحرك تمام يا دكتور على العموم نشوف التيبر بيرنجز دي ليها محاضره لوحدها دكتور معلش نفس الرسمه انا اسف ايوه في حاجه مش واصله لي بسبب الاسترس احنا كنا بناخد في تحليل الشافت ان لما في لود جاي على البيرنج فالبيرنج بيطلع على اكشن اتجاهها عكس اتجاه اللودز اللي جايه صح كده كويس طيب يبقى معنى كده ان هي يعني بتقابلها برياكشن علشان يعني تشيل اللود اللي جايه لها هيبقى بتقول ان لا البيرنج بتنقل اللود ديت لحاجه تانية بره اللي هو الهاوسنج كويس ما هي دي عمليه النقل دي هي الرياكشن تمام طب لما بتنقل الهاوسنج ايه اللي بيحصل بعد كده الهاوسنج بقى عليه انه يشيل اللودز دي لو تخيلت الهاوسنج ده كان مثلا زي ما اخذنا مثال مخرطه المخرطه دي وهي محطوطه مش متثبته في الارض اللودز دي بقى بتتنقل على البولز اللي على الارض وهكذا بقى من حته لحته لحته خلاص تمام مفهومه تمام ما هي دي اللودز اللي جت على البيرنج البيرنج عليه يدي الرياكشن انا كان في دماغي ان الرياكشن دوت بيشيل اللود خلاص ان هو بيبقى عكس اتجاهه فمش بيروح لحته ثانيه ما هو بصي انت لما بتتكلمي على يعني انت لما بتتكلمي على شافت كويس في لودز جاي عليه بغض النظر اللودز دي في أي اتجاه خلاص لما بيبقى عندي شايف الرسم اللي أنا عامله شايف لما بيبقى هنا في بيرنج اللودز دي الأزرق
اللودز دي اللي هي واحد واثنين خلاص. هل انت عايزه اللودز دي تمشي الشافت تطلعه بره الحاجه؟ لا لا، فعايزه هنا يجي رياكشن كده اللي هي تقابل واحد صح، وعايزه لا عكسها ايه، وعايزه رياكشن كده تقابل اتنين عشان يبقى سيجما اكس بزيرو سيجما واي بزيرو. مظبوط مظبوط كده. فالحتة دي هي اللي فيها البيرينجز اللي احنا بقى دخلنا. يعني انت لما درستي ستريس ما دخلتيش جوه البيرينج، هنا بقى بنخش جوه البيرينج. بس في النهاية لازم احقق الايكويشنز دي، سيجما اكس بتساوي زيرو سيجما واي تساوي زيرو، الحاجات بقى الاكوليبريم. يعني البيرينج لما بتاخد اللود وتنقلها للهاوسنج كده هي عملت الرياكشن وخلت ان السيجما اكس ايكوال صفر والسيجما واي ايكوال صفر. مظبوط ايوه ايوه تمام ماشي. طيب نيجي نبص للبيرينج ده. البيرينج ده اللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي ده، اولا الاليمنت هنا، الاليمنت هنا نوعها ايه، بول ولا رولر؟ اهي الرولر اسطوانة. البيرينج ده بنسميه ايه؟ ايه اللي احنا شايفينه ده؟ ايه اللي بيتحرك؟ على حسب الحاجة اللي فات شوية دول. الانر ريس بيتحرك، هنا الانر ريس بيتحرك، وهنا مظبوط. بس هنا الانر ريس لما بيتحرك على الاوتر بيتحرك على السطح الفوقاني بتاع الرولر، اهو السطح الفوقاني بتاع الرولر. هنا بيتحرك على السطح الداخلي بتاع الرولر. طب ايه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده لو طلعت انا في الرسمه دي، في بيرينجز بنسميها ديتاتشبل. تعال بص للبيرينج ده، شايفين البيرينج اللي فوق ده؟ سوري، البيرينج الفوقاني ده، البيرينج ده تخيل كده، حط ايدك وامسك الاوتر ريس اللي انا بشاور عليها. انا حاطط ايدي دلوقتي على الشاشه وماسك الاوتر ريس، وتعالى بايدك الثانيه حاول تحرك الانر ريس. يتحرك ولا متحركش هو والرولر؟ هيتحرك صح. طيب الحركه دي هي اللي احنا شايفينها في الرسمه دي. طبعا البيرنج وهو راكب ما بيقعدش رايح جاي زي ما الانيميشن دي بتقول، انما الحركه دي بتسمح في التركيب بفريدم وزين مايكرونز. يعني الشافت وهو بيتركب عشان يتظبط في حريه حركه. لو كان ده بول بيرنج ما كانش عنده الحريه دي. حاجة تانية، الشافت ده زي ما هناخد بعد فترة، يعني بعد شوية، الشافت ده هو راكب لو حصل ارتفاع في درجات الحرارة. يعني ايه ارتفاع في درجات الحرارة؟ تعال بص، لو انا رسمت هنا شافت كده والشافت ده ممسوك بتو بيرينجز، اوكي تو بيرينجز، كل حاجة كويسة، حصل ارتفاع في الحرارة، الشاف ده ممكن تتوقع شكله هيعمل، ممكن يعمل كده مش كده؟ هو عايز to expand، بس هو ممسوك من عند واحد وممسوك من عند اتنين معايا. حصل ارتفاع في درجة الحرارة فالشافت كان بند بالشكل ده. طيب فلازم انا اجي في حته مثلا في البيرنج ده واديله فريدم
زي اللي انت شايفه هنا او شايفه هنا. فالشافت يعمل ايه لما يجي يتمدد؟ ياخد البيرنج، ياخد مثلا الانر ريس دي ويمشي يمين شوية وزين مايكرونز. فاهمين؟ فاهمين الحتة دي؟ طيب نيجي نبص هنا نوع تاني من البيرنجز. البيرنجز دي بيرنجز يعني شوية شوية شكلها ضخم كده ومخيف، بس هي هي. نبص تاني، ادي الانر ريس، ادي الاوتر ريس، وادي الرولينج اليمنت. هنا في كام رولينج اليمنت؟ اتنين. طب ازاي الكورتين دول داخلين في بعض؟ في ريس سابق التاني؟ لا، يعني ما بين كل كرة وكرة في كرة تانية في الريس التاني؟ يعني تقريبا. يعني بص للرسمة دي، شايف معمولين ازاي؟ ستاجرد. شايف؟ تعال بص على الرسمة الشمال فوق، كرة وبعدين جنبها فاضي والكرة التانية. شايفين؟ بص هنا، شايف عاملين ازاي؟ اتفهمت؟ ستاجر ده هم. بص الرولر مش جنب بعض، لان لو جم جنب بعض البيرنج هيعرض، العرض بتاعه هيزيد، العرض اللي هو ده هيزيد، صح؟ عشان يقلل العرض ويحط تو بولز عملوا الستاجر دي. متخيلينها زي لما تروح تحضر في السينما ولا في مسرح، تلاقي الكراسي لما تيجي ورا بعض تلاقيهم مترحلين عشان كل الناس تشوف. اوكي؟ طيب البيرنج ده بيسموه سيلف الايننج. يعني ايه سيلف الايننج؟ تو الاين يعني ايه؟ يظبط، صح؟ انت بتعمل الاينمنت، حاجه بتظبط حاجه، ده اسمه سيلف الايننج. يعني يظبط نفسه بنفسه. يعني ايه يظبط نفسه بنفسه؟ يعني هنبص للرسمة دي. شايفين على الشاشة ايه اللي بيحصل؟ قول لي يا عمر، بيحصل ايه؟ ان لما الشافت الاكسس بتاعه تجاوب بيتغير، يعني البيرنج بيظبطه تاني. بالظبط. الشافت اللي احنا شايفينه، شايفين الانيميشن واضحة؟ الشاف ده بيحصل له فيه لودز، فبيحصل ديفلكشن، مظبوط؟ فالديفلكشن دي البيرنج هو اللي بياخدها. تخيل المنظر، البيرنج بيميل بحسب الديفلكشن، وحد بيقول له غير اتجاهك، لا هو لوحده بيعمل السلف الايننج اهو. ده لو كان بارل، طبعا دي مش اسطوانة، السطح ده كيرفد. بص هنا كده، السطح اللي فوق ده، السطح ده كيرفد، عامل كده، كويس؟ يعني اللي راكبه الاليمنت هنا عامله زي البرميل الاليمنت دي. يعني في نسبه كليرنس يعني يا دكتور؟ في ايه؟ في نسبه كليرنس ما بين ال، لا مش كليرنس، الاليمنت دي عامله كده، انا بكبرها اهو، كويس؟ ادي الاليمنت دي مش سيلندر يعني مستقيم. لا مش سيلندر، دي بنسميها برميل، كويس؟ وادي المحور بتاعها. يعني الديامتر هنا اصغر من الديامتر في الوسط، والسطح بقى بتاع البيرنج اللي فوق ده برضو عامل كده، كويس؟ فلما يحصل ديفلكشن للشافت، البيرنجز دي تاخد الديفلكشن. مش درستوا الديفلكشن في سنة تانية؟ تمام يا دكتور. اوكي؟ فده بيسموه سيلف
سيلف الايننج. سوري معلش يا دكتور، الحركة دي مش هتأثر على الشافت نفسه؟ ده دي بتخلي الشافت يستريح. تخيل انت عندك شافت ستريت افقي وممسوك وحصل فيه ديفليكشن، ده ممكن يكسر البيرنج. تخيل يعني فانا بجيب له بيرنج يعني يساعده له يتحرك الحركه اللي هي يطلع وينزل دي. ايوه، يبقى انا احط بيرنج، مش بقى البول بيرنج اللي شفناه في الاول، لا سيلف الايننج بيرنج، يظبط نفسه بنفسه. شايف لو اي ديفليكشن، طبعا الشافت ما بيقعدش يعمل بالمنظر ده، بس اي ديفليكشن حصلت، يعني انا عندي بص هرسم لك شافت اهو، انا عندي شافت اهو، شايفه الشافت ده، وادي البيرنجز، في بيرنج هنا وفي بيرنج هنا. لو البيرنجز دي لما يجي الشافت يحصل له ديفليكشن، يعني الشافت عمل كده، انا بكبر الرسم اهو، الشافت عمل كده، لازم البيرنج ده يروح عامل كده. تخيل المنظر، فهمتوا الفكرة دي؟ فالبيرنج ده يبقى نوعه ايه؟ مينفعش بول بيرنج، يبقى النوع ده نسميه سيلف الايننج. في اسئلة؟ انا بحب ان انتوا تسألوا، لان ده بيعمل يعني انتراكشن وتفاعل، واطمئن ان انتوا فاهمين. دكتور هو انا بس مش فاهمه ليه البول بيرنج ما ينفعش في ان انا اشيل الديفليكشن، ما عادي ممكن اجيب سنجل رول للبول بيرنج وبرضه خلي البول تتحرك في شكل ديفليكشن صغير، او اعمل لها كيرف في الاوتر ريس وخليها تتحرك بنفس الطريقه زي الالايننج. بصي، مين مارتينا اللي بتتكلم؟ مين اللي بيتكلم؟ لا انا اسمي هنا. انا هنا. لا من غير همس، حاضر يا هنا. بص البيرنج، شايفه البيرنج اللي انا حاطه قدامك دلوقتي؟ اوكي. ازاي ده يحصل فيه الكلام اللي شفناه في السلف الايننج؟ ازاي تتحرك؟ مش هتعرف تلف، يعني الريز دي، الانر ريز دي لو عامله كده، ادي الشافت اهو ودي الانر ريس، وادي البول هنا. ازاي الانر ريس دي بحسب يعني بناء على كلامك انت عايزه الانر ريس دي هي تعمل كده؟ ازاي ردي يا هنا؟ اوكي، هو ممكن اشوف الصوره الثانيه بتاعت السيلف الايننج؟ ركزي هنا في السطح بتاع الاوتر ريس، السطح الداخلي بتاع الاوتر ريس تلاقيه عامل كده، هو كيرف كويس، كيرف بومبي كده. والاليمنت السطح بتاعها برضو عامل كده. في البول بيرنج بقى السطح الاخضر ده عامل كده. فهمت الفرق؟ فهمت يا هنا؟ طيب تعالوا بص هنا مقارنة كده سريعة. ده بول اهو، وده ايه بقى؟ رولر، نفس البيرنجز، ده رولر وده. طيب هنا سامعيني هنا؟ يا دكتور، ما دام انت سالتيني انا هسالك. ماشي، تفتكري ايه الفرق بين البيرنج ده والبيرنج ده؟ ليه عملنا البول عملناها رولر؟ تفتكري يعني الفرق هيبقى في ايه؟ هل عشان الشركه تبيع اكتر يعني عندنا انواع؟ بليف زي ما حضرتك قلت ان الرولر هيفيدني اكتر في موضوع اللي هو الحراره، لو الشخص سخن او كده يقدر الرولر يتحرك يمين وشمال.
كويس كويس، دي اجابه حلوه. اجابه تانية زودتها لك، بصي على الرسمه دي، البول الكونتاكت بيبقى ايه؟ بوينت، مظبوط. والرولر الكونتاكت بيبقى ايه؟ لاين. لاين. مين يشيل لودز اكتر؟ اكيد اللاين. اكيد اللاين. اديكي جاوبتي. تعالوا نبص على البيرينجز دي. اي بيرينج تشوفه دور على اربع حاجات، اللي هم اوتر ريس، انر ريس، رولينج اليمنت بغض النظر نوعها بول ولا تيبرد ولا اي حاجه، والرابعه هي الايه؟ الكيج. تعالوا نطبق الكلام ده على الرسومات اللي قدامنا. ادي ادي البيرنج ده، ادي الاوتر ريس اهي، فين الانر ريس اهي، شايفينها اهي اللي هي مع الشافت، فين الرولينج اليمنت اهي. الرولينج اليمنت دي نوعها ايه؟ مين يقول؟ بارل. بارل اللي هي زي البرميل. بارل خلاص. وفين الكيج؟ اهو اللي في الوسط ده، شايفينه؟ النحاسي ده. ايوه. والاليمنتس دي راكبه ستاجرد، يعني واحده وواحده واحده وواحده، زي كراسي السينما كده. تعالى البيرنج ده، ادي الاوتر ريس وادي الانر ريس وادي الاليمنت، والكيش تلاقيه بينهم في حته كده بينهم، هي غامقه شايفينها. البيرنج ده، البيرنج ده نوعه ايه؟ ده سيلف الايننج، وشايف بيلفوه ازاي، وهو يعني تقدر تلعب فيه كده يعني. ادي الاوتر ريس، ادي الانر ريس، ادي الاليمنت، والنحاسي دي هي مين؟ هي مين دي؟ الكيج. الكيج. بس دكتور، هو هنا وضع الشفت بقى محطوط ازاي؟ اصل الانر ريس مش حل للاوتر ريس. طبعا الشافت مش راكب رأسي طبعا يعني. لا، المنظر ده محطوط يوريكي ان السلف الايننج ده تقدري تتحركي، يعني يعني بصي تخيلي لو انت دخلتي ايدك جوه هنا ومسكتي الاوتر ريس بايدك، بايد الثانيه تقدري تلعبي في البيرنج بالشكل ده. ده اللي عايز يقوله يعني. تمام. طيب البيرنج ده نوعه ايه بقى؟ تيبر. ده الانر ريس ودي الاليمنت التيبر. طبعا الاوتر ريس هو هنا مش مبينه، صح؟ البيرنج ده، اذا انا متهيألي حاطه يعني، هو ده باين. هو هو يعني نفس ده وده، هم هم. البيرنج ده ادي الاوتر ريس، ادي الانر ريس، وادي الاليمنتس باينه حتت منها اهي تحت كده، والاصفر ده هو الكيج. البيرنج ده، ده رولر، مظبوط. طيب نيجي للبيرنج ده، ادي الاوتر ريس باينه وادي الانر ريس، فين الاليمنت؟ الاليمنت ايوه اللي هي في النص، كلامك 100 100، اللي هي دي. بس تلاحظ ان دي كوره بول ولا رولر؟ دي او دي بول ولا رولر؟ طبعا مش بول. هل هي زي دي ولا زي دي؟ هي شبيهه شويه اللي في الاول. شبيهه لدي؟ اه. لا يا بنتي، ده دي بارل، مش فيها سطح اهو، سطح كيرفد، مش في سطح كيرف ده اهو، فدي بارل. هي شبيهه لدي يعني اسطوانه، بس اسطوانه طويله، شايفين دي قصيره ازاي؟ دي طويله، فدي بيسموها نيدل. عارفين نيدل يعني ايه؟
إبرة بيسموها إبر، خد بالك بيرينج إبر يعني نيدل طويلة، وأنا بقى نشوفها دي بعد فترة. طيب تعال بص للبيرينجز دي، كل دي طبعا أنواع يعني مهولة من البيرينجز. البيرينجز دي اللي انت شايفها دي تختلف خالص عن البيرينجز دي. مين يقدر كده شاطر يقول لي؟ دي مختلفة في الاتجاه. مختلفة في الاتجاه. البيرينجز دي سوري البيرينجز دي بتركب على او بتشيل، قلنا فاكرين قلنا راديال وقلنا ايه، ايه انواع اللودز اللي كانت عندنا اهم الاحمر ده راديال واكسل صح. لما الاكسل اللي هو ده الاكسل لود، لما الاكسل لودز دي بتكبر بتكبر بتعلى بتعلى بتعلى، البيرينجز اللي احنا شايفينها قدامنا دي ما بتقدرش تشيلها. البيرينجز دي ما بتقدرش تشيل الفيري هاي اكسيال لودز، فراحوا عملوا بيرينجز مخصوصه تشيل مين؟ الاكسيال لودز، كويس؟ وسموها ثراست. تسمع عن كلمه ثراست؟ تعرفوها الكلمة دي؟ ثراست يعني عكس. خلاص؟ طيب بس للأسف البيرينجز دي اللي هتشيل ثراست very high thrust it's only for high loads خلاص؟ وما تشيلش radial، ما تشيلش ايه؟ radial loads. وعاملة زي الطبق، عارفين طبق لو انت جبت طبق فنجان قهوة كده كويس، وجيت حطيت فوقيه الطبق نفسه وحطيت فوقيه طبق تاني وبينهم حطيت elements اهو، ادي طبق اهو وادي الطبق التاني وادي elements اللي بينهم. انا بشبهها لكم يعني بالفكره دي، ادي الطبق بتاع الفنجان اهو طبق، وادي الطبق تاني وادي الاليمنتس اللي في الوسط دي. تخيل كده حطيت طبق وفوقيه طبق وبين الطبقين حطيت بولز او حطيت رولرز، وحرك يمسك اللي تحت تلاقيه يلف ولا ما يلفش؟ يلف. هيلف كويس. فدي اللي بيسموها الثراست بيرينجز. It's designed مرة تاني اهو designed for axial loading، وهندرسها برضو بعد فترة. هنا اهو ادي الطبق اللي كنت بقول عليه، ادي الطبق اهو اللي تحت اهو وادي الطبق اللي فوق، وبينهم في ايه؟ بينهم في الاليمنت. هنا الاليمنت شكلها ايه؟ بول. امسك اللي تحت ده ولف اللي فوق تلاقيه يلف فري فيري يعني يلف بحريه خالص. وبعد كده ادي الرولينج اليمنت وادي الكيج اهو، الكيج نعمله بلون تاني اهو، الكيج شايفه والكور غطسه فيه. والبيرنج ده بيطلق عليه ديتاتشبل يعني يتفك من بعضه. تعالى امسك، تعالى الريس اللي فوق دي ارفعها بايدك كده تترفع، تعالى خد الريس الجزء اللي فيه الكور دي الكيج ارفعه بايدك يترفع، وتلاقي ده اللي يقعد على الترابيزه مثلا. تخيلين الشكل ده. طيب هنا ده ايه؟ ده في كام طبق؟ ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة،
وفي كام ريس من الرولينج اليمنتس؟ كام ريس؟ اثنين. ادي واحد ادي التاني، واضح؟ طبعا ده هنشوف برضو ايه فايدته، وباين هنا اهو، ادي ريس ادي ريس ادي ريس، وفي كام كام كيش؟ ادي واحد صف اليمنتس وادي صف اليمنتس. طيب في اسئله؟ يا دكتور طب احنا كده هنركبه على الهاوسنج ازاي؟ تركبه على الهاوسنج ازاي؟ اهو حضرتك قول لي. هو كده الشولدر اللي هيركب عليها بقى طويل او بمقاس الريس، صح؟ بص طبعا انت عايز البيرنج زي ما قلنا، في ريس ثابته مظبوط، وريس بتلف، مش ده اللي شرحناه في الاول خالص؟ اه مظبوط. ده اي بيرنج لازم يعمل كده. طيب تعالى هنا خد الريس الثابته ده، في اهم كل دول، هناخد دي نمرة واحد، ودي اللي فوق دي نسميها نمرة اتنين، وهخلي واحد واتنين يمسكوا في الهاوسي، فيبقى دول ثابتين، وخلي اللي في الوسط دي تلاتة هي اللي هتلف، يعني تلاتة دي راكبة مع الشافت، واحد واثنين راكبين مع مين؟ مع الهاوسنج. خلاص تعالى هنا، ادي دي واحد ودي اثنين، اخلي واحد راكبة مع الشافت واثنين راكبة مع مين؟ ها الهاوسنج. مع الهاوسنج. يبقى كأن واحد هسميها واحد اس، واثنين هسميها اثنين ايه؟ اتش. كويس؟ خلاص حققت الفكرة. هنا ادي واحد هسميها واحد مثلا واحد اتش، ودي اثنين اتش يا راكبة مع الهاوسنج، ودي تلاتة ايه؟ ها قول. شفت شفت. تلاتة شفت. فكده انا كده هو كده اللي هتركب على الشافت هيبقى مقاسها اكبر من اللي فوق، من الاتش 2-1-2-1. البور بتاعها اضيق، خلي التفاصيل دي هنشوفها بعد شويه، انت بس جبتها دلوقتي، احنا هنشوفها بعد كده. خلاص انا اسف. لا مش اسف، بالعكس، عشان بس يعني تبقوا فهمتوا. فالبيرنجز دي فور ثراست، فور هيفي ثراست. دلوقتي طبعا احنا وصلنا سلايد 16، هم مش عارف حاجه 40. طبعا انا في الاول بس عشان الموضوع جديد بمشي يعني شويه بشويش، بعد كده هنسرع ان شاء الله. واحنا المفروض المحاضره دي كده تكون خلصت، صح عمر؟ تقريبا هو يعني المفروض يبقى فيه هما يعني 10 دقايق في اول 50 دقيقه و10 دقايق في ثاني 50 دقيقه المفروض بيبقوا، فاحنا ما خدناهمش يعني، بس يعني احنا اونلاين. ف بص يا عمر انا عايز منك حاجه. تمام يا دكتور فاضل. ممكن تبقى تكتب احنا وصلنا لغايه فين عشان لما يعني نكمل بعد كده، اوكي؟ طبعا انا هقول شويه حاجات كده بسرعه على وهنوقف خلاص، عشان جايز انتوا عندكم حاجه تاني. ايه مميزات الرولينج بيرنجز؟ اول واحده دي قلناها بقى، معامل الاحتكاك منخفض، شايف قيمته قد ايه؟ 0.3-5، يعني رقم صغير خالص. بعد كده بيحتاج ستارتنج تورك بطيء، بيشيل كاباستي عالية. طبعا الوير هنا مكتوب ايه؟ absence of wear. في حاجة ما فيهاش وير؟ حاجة بتحتك ببعض ما فيهاش وير؟
مستحيل لازم ان يكون في واحد مستحيل بس هنا بس وقت الوير طويل نفسه يعني على ما بيحصل يعني الوير قليل جدا جدا لان لما نتكلم على البيرنجز بتتعمل من ايه الماتيريال اللي بيعمله انه البيرنج هنتكلم عنه بقى في اكيوريسي تقريبا ما بتحتاجش لوبريكيشن اتس نوت ا ماست كويس فيها فوائد كتير قوي من اهم فوائد البيرنجز دي هي اللي انا هعلم عليها دي ستاندردايزيشن يعني ايه ستاندردايزيشن مسافة واحدة موجودة على كل الدنيا يعني حضرتك لو اشتريت جهاز من ايطاليا وفي بيرينجز وجيت في مصر لسبب ما البيرينج عايز يتغير تقدر تجيبه تشتريه ليه رقم زي ما هندرس بعد شوية ليه كود مجرد تطلبه هو ستاندرد في كل حتة دي طبعا ميزة ضخمة جدا جدا بعض عيوبه هي دي first class of machining and fitting مهم جدا جدا التصنيع بتاعه يعني مينفعش في ورشة كده مش عارف فين تروح تعمل rolling bearing impossible يعني واللي يفكر في حاجة زي كده يبقى مش طبيعي انه يصنع بيرينج في محل ولا في ورشة طبعا من عيوبه ممكن يبقى صوته عالي لو اللوبريكيشن مش كويس اسعاره غالية يعني وليه شوية حاجات تبقوا تقروها طيب بصوا احنا نوقف عند الماتيريالز أسألكم شوية أسئلة وردوا بأمانة يعني فاهمين اللي أنا بقوله حد بقى غير عمر تمام فاهمين ماشية الأمور كده يعني نقدر نكمل على كده أوكي نقدر نكمل سواء لو كان المحاضرة في الكلية تبقى أحسن يعني أكيد ما هو طبعاً أحسن بس الظروف يعني حكمت علينا كلنا يعني هي الأزمة مش في المحاضرة أنا شايف إن الأزمة تبقى في السكشن عشان لو بنحل حاجة مع السكشن المتابعة هتكون صعبة لا إن شاء الله مهندس رامي يعني كفء يعني وإحنا ممكن ندخل معاه برضو في السكشن وهنحل أنا في المحاضرة برضو هحل معاكو أوكي يعني انتوا تبقوا فاهمين ونتجاوب مع بعض و LMS فتحت ولا لسه LMS معلاش لسه مواد لسه معلاش طيب لما تنزل المواد من بصيت لقيت المواد نزلت بس مع مواد اللي هي اللي هو السبرينج بتاع السنه اللي فاتت يعني ما اتشالتش لسه ونزل عليها مواد السنه دي كمان المواد الجديده نزلت انا شفتها النهارده على LMS طيب لغايه امبارح ما كانتش يعني موجود هنحط لكم المحاضرات ان شاء الله هحط لكم المحاضرات على LMS اوكي بعد كده بالنسبه بقى للريكوردينج دلوقتي هعمل ستوب شير بالنسبة للريكوردينج هنشوف بقى ايه موضوع الريكوردينج ده انا عملت ريكوردينج هشوف يعني ازاي هحطه لكم على LMS اوكي تمام شكرا النهارده مفيش سكشن خلاص وبليز اللي يعوز اي حاجة يقدر يبعت لي على الميل يعني اتصلوا بيا يعني اوكي تمام طيب شكرا لك مع السلامه